يوافق العدل أيها المبارك، أن يعلم أن العدل أعظم وأشمل وأجل مما يعرف بالمساواة، أجل وأعظم مما يعرف بالمساواة. الحضارة الغربية المعاصرة أخرجت لنا في الحضارة الفرنسية وغيرها ما يعرف بالمساواة، والمساواة النظر إلى كل فئة بعين واحدة أو بميزان واحد، وهذا في شرع الله غير صواب. ولا سأذهب، سنأتي بمثل حتى يقترب إليك المراد. في أنظمتهم، في قوانينهم، ما يعرف بالانتخابات، فيؤتى بصناديق الانتخابات ويرشح زيد أو عمرو في فرنسا، في أي دولة أوروبية ممن يعمل بهذا، في غيرهما، ثم يطلبون من الناس أن يصوتوا، ويقولون إن المساواة تقتضي أن الناس سواسية في هذا الأمر، فيجعلون صوت وورقة وقول من هم يؤمنون أنه رجل عظيم شريف أمين، أستاذ في الجامعة أفنى عمره في نيل العلم والشهادات، يجعلون صوته كصوت رجل مسجون متلبس بأعظم الجرائم، يعلمون انحطاط خلقه وذهاب عقله وأنه مدمن خمر، فيجعلون صوت هذا مثل صوت هذا، بحجة ماذا؟ بحجة المساواة. وهذا في دين الله لا يستقيم، في دين الله لا يستقيم. بل إن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا جاءته الجنازة، فإذا كان بدريا كبر سبعا، وإذا كان من الأنصار من المهاجرين غير بدري كبر ستا، حتى في التكبيرات يفاوت بين الناس، لأن العبرة يختلفون. فالله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مثل غيرهم. فالمساواة تقبل في أمور ضيقة، لكنها لا تقبل على كل حال. أما العدل فالعدل أن يعطى كل ذي حق حقه، هذا العدل، أن يعطى كل ذي حق حقه. ولذلك الأبناء لما كانوا بالنسبة للابن في منزلة واحدة، الأب في منزلة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكنك عندما يكون لك ابن ويكون لك ابن فصلة ابنك بك أقرب من صلة ابنك حفيدك بك، فلما يأتي ميراثك حظك لابنك، مالك لابنك، لا لمن؟ لا لحفيدك. واضح جداً.